النقطة المهمة هنا، وهذه النقطة المهمة هنا، أن عند ذلك تستفيد تعلمون أنه لماذا لا يمكن الاستدلال على الرجوع إلى العالم مع وجود الأعلم. لا يمكن الاستدلال بالسيرة، وبعض يستدل أنه لا يجب تقليد الأعمى أعلم. تقول لماذا؟ يقول لأنه أنت واجد أن الناس إذا صار مريض يذهب إلى أعلم الأطباء أو إلى أي طبيب، ياهو إلى أي طبيب. هاي السيرة قائمة أو مو قائمة؟ ونحن نثبت معاصرتها للمعصوم، ولو لم تكن مرضية لردع عنها، لو لم يردع عنها لردع عنها. خب هاي السيرة مرتبطة بالحجية ومرتبطة بالأمور الأغراض الشخصية والتكوينية. إذا يمكن الاستدلال بها السيرة، سبيودي سيرجعون إلى استدلالات جملة من الفقهاء الذين يقولون ماذا لا يجب تقليد الأعلم. دليلهم شنو؟ يقولون السير هذا منشأها الخلط بين أقسام السيرة، مو واضحة؟ فتصور أنه كل سيرة تجيبها إلى الفقه للأصول استدل بها على الحجية.